مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم أهلا مرحبا بكم عدد جديد من حصة الأنيس ديلي، وكما جرت عليه العادة نحاول الإلمام بالمستجدات سواء في الشأن المحلي أو الدولي. اليوم سنتحدث حول موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين حول موقفها من دستور الفاتح من نوفمبر، وأيضا سنستقبل ضيف مميز جدا هو مخترع صغير يأتينا من ولاية المسيلة، كان قد كرم قبل أيام من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. كل ذلك بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل من جديد في أول فقرة معنا، وهي بالأخبار المحلية، والبداية بسكيكدا، حيث تمكنت مصالح الأمن بولاية سكيكدا من العثور على الفتاة شيال في صحة جيدة، وهي التي كانت اختفت قبل فترة قصيرة، وقد تمكنت جهاز الأمن في ولاية سكيكدا من العثور عليها في وقت قياسي بعد أن أعلن أهل الطفل عن اختفائها، وقاموا بنشر صورها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم العثور عليها كما قلنا في وقت قياسي. في خبر آخر، أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد محمد حميدو بأن وزارته أبرمت اتفاقيات لترقية السياحة الصحراوية بالجزائر مع كل من الخطوط الجوية الجزائرية، وأيضا الشركة النقل بالسكك الحديدية، وأيضا مع مسيري الفنادق والوكالات السياحية والسفر، وترمي هذه الاتفاقية إلى إعطاء فرص حسب ما قال وأهمية قصوى للسياحة الصحراوية، مما يمكن للمواطن من التعرف على هذا الجانب. في خبر آخر، هذه المرة بالبويرة، تحولت احتجاجات لعائلات عن وقف أبنائهم إلى احتجاجات عنيفة كادت أن تودي بحرق سيارة تابعة لقوات الأمن بقذيفة مولوتوف حارقة، وأيضا تسببت هذه الاحتجاجات إلى غلق الطريق الوطني رقم 26 والطريق الوطني رقم 5، بعد أن أقدم مواطنون على إضرام النار في العجلات ورمي الحجارة. وقد تطورت الأمور بسرعة بعد بلاغ عن إصابة شاب على مستوى العين أول أمس، وإيقاف 5 مشتبه بهم، ما دفع بأقاربهم كما قلت للاحتجاج. ولمحبي السياحة الحموية، الحمامات الشهيرة بولاية قالمة وبالتحديد ببلدية حمام دباغ تعود وتفتح أبوابها أمام مريدي ومحبي هذه السياحة ومحبي أيضا الحمامات، وجاء هذا الأمر وسط إجراءات صحية ووقائية مشددة بعد نحو 7 أشهر من غلق الحمامات طبعا بسبب جائحة كورونا، هذا ما سبب خسائر فادحة إلى المؤسسات المنظمة لهذه الحمامات وأيضا الوكالات السياحية وكل ما له علاقة وارتباط بالحمامات والسياحة الحموية وكان الغلق منذ 12 مارس، وهو التاريخ الذي يصادف ويتزامن مع بداية الموسم الحموي بالمنطقة الحموية. إذن مشاهدينا الأفاضل، هذا كل ما بحوزتنا من أخبار في الشأن المحلي، بعد الفاصل أخبار دولية. أهلا من جديد. في الشأن الدولي، البداية بالملف المالي، حيث أعلن عن الحكومة المالية مكونة من بعض القيادات العليا للقوات العسكرية المالية، هذا جاء بعد الانقلاب الذي كان على الرئيس المالي السابق إبراهيم أبو بكر كيطة في 18 من شهر أوت، وتكونت الحكومة التي تشكلت من 4 عسكريين بأربع وزارات حساسة، وهي الدفاع، الإدارة المحلية، والأمن، والمصالحة الوطنية، ومجموع عدد الوزراء هو 25 وزير. ويذكر بأنه في 18 من أوت الماضي شهدت مالي انقلاب عسكري اعتقل بموجبه المجلس العسكري رئيس البلاد كيطة ورئيس الوزراء وعددا من كبار المسؤولين الحكوميين، وغدا ذلك أعلن كيطة في كلمة متلفزة عن استقالته من رئاسة البلد، وبذلك تتكون الحكومة الجديدة المالية في فترة
انتقالية تمر بها البلد. في الملف الفلسطيني، قوات الكيان الصهيوني تقصف موقعا تابعا لحركة حماس جنوبي قطاع غزة، وقالت بأن جاء الأمر ردا على صاروخ كان قد قصفت به حركة حماس الأراضي المحتلة، وبسبب ذلك رد الكيان الصهيوني على هذا الهجوم. في خبر آخر، قرر وزير الحكومة التونسي إقالة وزير الثقافة التونسي السيد وليد الزبيدي بسبب رفضه تنفيذ إجراءات متعلقة بالكورونا. وكلف المشيشي وزير السياحة الحبيب عمار بتسيير أعمال وزارة الثقافة إلى حين تكليف آخر خلفا للزبيدي الذي كان أول وزير كفيف في تاريخ تونس المستقلة منذ تاريخ 1956. وأيضا يحضر معنا فيديو لمتابعة تصريحات الوزير المقال. نمشي تول إلغاء التظاهرات. شكون قرأ لنا قلت إلغاء التظاهرات؟ واللي أنا عملت بلاغ نقول فيها أمنع العروض على الناس اللي تعيش وتترزق من المسرح ومن المهن الفنية. هبطت وزارة الثقافة بلاغ، جيت من جناب الليل، هبطت اللي قالت رئاسة الحكومة، إلا إذا كان تحب وزارة الثقافة حكومة وحدها، هذيك مشكلة أخرى. تو نجوك الدليل أنه كيطلب لي سي وليد الذهبي الصباح يقول شبيه الوزارة الوحيدة اللي ما تفاعلتش معانا، قلت له لا ما نتفاعلوش معاكم تو، حتى نجتمعوا باللجنة الصحية وحتى نجتمعوا نسمعوا ما أمكن من هذا القطاع وحتى ينسق هذا كل رئيس الديوان. أنا باش نقعد نهبطوا بلاغ سكروا دور وسكروا الفضاءات الثقافية والمسارح، لا تعملوا ريبيتيسيون، لا تعملوا درايف، لا تعملوا عروض، هذا أنا ما نعملوش. جاني قرار أنا في هذا وأمضيته، عملت حتى شيء ومانيش مش نعمل حتى شيء، وراه مش محبة وطاعة عليكم انتم. اسألني شوف انا شنو عملت قبل ما نجي، شنو اللي اصدرته من بعد. كان كي جيت معاك وتحدثت معاك انت اثرت فيا وخذيت قرار، قول لي انت مرتبك. في آخر خبر معنا اليوم في الشأن الدولي، وهو متعلق بأمريكا وبالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي غادر مقر علاجه مساء أمس بمروحية رئاسية حطت بالبيت الأبيض، ورغم تحذيرات الطاقم الطبي للرئيس الأمريكي إلا أنه تحدى الوضع وظهر بالبيت الأبيض ونزع كمامته بعد 4 أيام فقط من خضوعه إلى العلاج. وقال الرئيس الأمريكي عن كورونا للشعب الأمريكي: لا تدعوه أقول يسيطر عليكم، لا تخافوا منه. وأضاف: سنعود إلى العمل، سنكون في المقدمة، لا تدعوه أقول يسيطر على حياتكم. إذن مشاهدينا الأفاضل، بهذا نطوي فقرة الدوليات. بعد الفاصل مواضيع العدد الحاضرة معنا. أهلا من جديد. في فقرة الموضوع اليوم الحديث سيكون عن الموقف الذي أصدرته جمعية العلماء الجزائريين المسلمين المتعلق بالدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه في الفاتح من نوفمبر المقبل. جمعية العلماء المسلمين أبدت تحفظها في بيان لها، وتحدثت أساسا على المواد المتعلقة بالهوية، وأبدت تحفظا حول ذلك لمعرفة أسباب ذلك ولماذا وما هي الدوافع. نسعد بربط الاتصال مباشرة بالأستاذ قدور قرناش عن جمعية العلماء الجزائريين المسلمين. أستاذ قرناش أهلا، مرحبا بك معنا مرة أخرى. أهلا ومرحبا، تحية لك أخي الكريم وللسادة المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا أستاذ قرناش. إذن الجمعية أبدت تحفظا عن مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء عنه في الفاتح من نوفمبر، بداية دوافع التحفظ لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله.
عليه الصلاة كما والسلام. يعلم الشعب الجزائري أن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين جمعية ارتضت لنفسها أن تكون المدافع الأول عن هوية هذا الشعب وعن ثوابته وقيمه، وهي لن تحيد عن هذا النهج ولا تحيد منذ تأسيسها إلى يوم الناس هذا. طيب. والجمعية تعتبر نفسها قوة نصح للجزائريين حكاما ومحكومين. طيب. والجمعية منذ أن عادت إلى الساحة الوطنية استمرار لرسالة الناهضين الأولين لم تفوت أي محطة من المحطات الكبرى في حياة شعبنا أن تقدم النصح والتوجيه حتى تنقذ الوطن والمواطن. طيب. وهذه المرة المحطة مهمة، هي محطة الاستفتاء عن عقد اجتماعي ينظم حياة الجزائريين والجزائريات. والجمعية إذ تصدر هذا البيان لابد أن يتذكر الشعب الجزائري بأن الجمعية ساهمت مساهمة فعالة في إثراء هذه الوثيقة، فهي إذ تصدر بيانا اليوم لتعبر عن موقفها لابد أن لا ينسى الشعب الجزائري تلك المقترحات التي قدمتها الجمعية أواخر شهر كان. طيب. حيث منذ أن وصلت الوثيقة إلى قيادة الجمعية وسعت الجمعية الاستشارة لفقهاء القانون الدستوري وللعلماء والمشايخ، وأشركت أطرها في الشعب الولائية والبلدية أعضاء مجلسها الوطني. الجمعية إذ تقدم تلك المقترحات وتبدي هذه التحفظات فهي خلاصة ما جمعته من آراء وما وملاحظات نتيجة هذه الصورة الواسعة حول هذه الوثيقة. طيب. ولما خرجت الوثيقة للعلن قبل أن يجتمع المكتب الوطني الموسع للهيئة الاستشارية العليا للجمعية، كان فضيلة الشيخ الرئيس الدكتور عبد الرزاق السوم قد أعطى الإشارات الأولية من خلال مقاله الافتتاحي في جريدة البصائر الأسبوع الماضي، وتعهد بأن القيادة الوطنية للجمعية ستجتمع قريبا وتصدر الموقف اللائق. قبل أستاذ قرناج، قبل أستاذ قرناج، المقترحات التي قدمتموها هل أخذ بها؟ الذي فاجأنا وتأسفنا له أيما تأسف أن هذه المقترحات التي بذلت الجمعية جهدا كبيرا في إعدادها أن الوثيقة النهائية لم تأخذ بها. مقترحات متعلقة أساسا بالمواد الهوية أم في الكثير من النقاط؟ الجمعية قدمت مقترحات شاملة، والأهم في المقترحات هو ما تعلق بالهوية، لأن كما ذكرت لك سابقا أخي الكريم أن الجمعية ارتضت لنفسها أن تكون في موقع الراصد المدافعي عن هوية وثوابت هذا الشعب. إذن التحفظ جاء من هذا الأساس، يعني أن المواد كل التي قدمتموها أم فقط أساسا على المواد الهوية بسبب هذا تحفظتم؟ أبدا، الجمعية لم يكن موقفها مبنيا على أن مقترحاتها لم يأخذ بها. حقيقة هي انزعجت وتأسفت بأن لا يؤخذ بكل هذه الجهود. طيب. في مقترحات التي بذلت في مقترحات الجمعية. لكن الذي دفع الجمعية لإبداء التخوف ولإعلان التحفظ على عدد من المواد هو أن هذه المواد قد تكون مدعاة لتمزيق الوطن. ما هي هذه المواد؟ أستاذ قرناش، نعم، ما هي هذه المواد التي تتحدث عنها بالتحديد؟ نعم، يعني الجمعية كان بيانها واضحا وهي أنها قالت بأنها تتخوف وتتحفظ على المواد المتعلقة بالهوية وبالمدرسة وبالدين وبالوحدة الوطنية وبالأسرة. فهذه المؤسسات المهمة في المجتمع الجمعية تراها هي الأساس. طيب. وأي مساس بهذه المؤسسات التي تمثل أهم لبنة في النسيج الوطني هو مساس بالوحدة الوطنية. فكان التحفظ على ما تعلق بالأسرة من أنه قد يؤدي إلى الفسوق في المجتمع، حيث أن المادة إذ تقول
تتكفل الدولة بالأطفال غير الأطفال مجهول النسب، هذا مطلوب، يعني الأطفال ضحايا لابد من التكفل بهم، لكن كان من الأجدر أن يضاف في المادة بأن القانون يردع ممارسة هذا الفعل الذي يؤدي إلى هذه النتيجة. لما يكون الكلام عن المدرسة بأن تبعد عن الإيديولوجيا، الذي نراه هناك في جهة المعادين للهوية من يفهم بأن الإسلام إيديولوجيا، وقد حدث أن منعت الصلاة وأن حذفت البسملة وأن أقيمت نشاطات ثقافية في المدارس تقدس الشرك وغير ذلك من الأمور التي نخشى أنها تؤدي إلى ما يصيب المجتمع الجزائري في هذه المؤسسات، فينشأ جيلا هجينا، ينشأ جيلا متنكرا لهويته، متنكرا لثوابته. طيب. أيضا مما تحفظت عليه الجمعية ولد بصورة واضحة في مسألة اللغة. فاللغة الجمعية قالت في مقترحاتها بأن تمازيغت لغة وطنية محلية، ودعت إلى توحيد كل اللهجات حتى لا نفتح باب الصراع اللغوي للهجات أخرى في الوطن، جهات متعددة من الوطن، ودعت إلى التنصيص على أن تبقى اللغة العربية هي اللغة الرسمية والأساسية للدولة الجزائرية. طيب. فالجمعية لم تعارض في المادة الرابعة، لكن دعت إلى توفير جو من الحماية للوحدة الوطنية بإبعاد الصراع اللغوي وباختيار الحرف العربي لكتابة هذه اللغة. يعني أستاذ قرناش، يعني أنتم تروا الطرح الموجود المتعلق بتمازيغ ربما قد يؤدي إلى عدم وحدة الجزائر وصراعات، يعني بالشكل الحالي قلنا تمازيغ مكون من مكونات الشخصية الجزائرية. طيب. ولم الجمعية لم تعارض هذا المكون، لأن كذا من مرة في بيانات الجمعية في تصريحات رئيس الجمعية نؤكد على ذلك، لكن الذي نخشى، اسمح لي أخي الكريم، الذي أردنا أن نحمي به الوطن هو أن هذه اللغة المحلية أردنا أن نوفر لها يعني أسباب النجاح. كيف نوفر ذلك؟ بأن نوحد اللهجات الموجودة في القطر الجزائري كله تحت لغة واحدة ويوضع لها مجمع وأكاديمية خاصة بها. أيضا أردنا أن لا نبعدها عن الدين الإسلامي وعن المكون الآخر لهوية الجزائريين اللغة العربية. واضح، واضح. بأن يختار الحرف العربي لكتابتها. واضح. طيب، إذا هو تحفظ أقرب إلى لا هكذا؟ لا، نحن بصفتنا جمعية دعوية إصلاحية، لسنا حزبا سياسيا لأن نقول نعم أو لا، وإنما مهمتنا كجمعية علماء تبذل النصح والتوجيه للحاكم والمحكوم، للراعي والرعية. فنحن وضحنا المخاطر التي في هذه المواد وقلنا بأنها هي عبارة عن ألغام نخشى أن تنفجر في أي وقت من الأوقات. واضح، واضح. خاصة أن العديد من مواد الدستور كتبت بصياغة تحتمل التأويل، فإن أحسننا الظن اليوم قد يأتي غدا أو بعد غد من يسيء الفهم ومن يؤول حسب رغبته، والأصل في الدساتير أن تكتب بلغة غير قابلة للتأويل. نعم، أستاذ قرناش، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا اليوم. شكرا لك يا الكريم، وتحية مجددة للمشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ البلد من كل سوء. أمين، أمين. إذن شكرا لك مرة أخرى. إذن مشاهدينا على فاضل، الأنيس ديلي ما زالت مستمرة معكم، لكن بعد هذا الفاصل. هلا، إذن مشاهدينا الأفاضل مستمرين معكم في حصة الأنيس ديلي وفي فقرة المبادرات. اليوم يحضر معنا مخترع صغير اسمه وائل حمديني، نتعرف عليه على أهم إنجازاته، خاصة أنه بسن 12 سنة. دعوني مشاهدينا الأفاضل أن أرحب به وأسهب في الحديث مع وائل. مرحبا بك معنا اليوم، وشكرا لتواجدك معنا هنا اليوم. السلام عليكم.
اهلا وسهلا وائل. وائل انت 12 سنه من ولايه المسيله مخترع صغير، كما نشاهد في الطاوله هي مملوءه بالشهادات التكريميه والتشريفيه لوائل المخترع الصغير، وايضا بعض المخترعات والاشياء التي اقتناها معه اليوم خصيصا للحصه، وهي بعض الانجازات التي كرم عليها. وائل، قبل ما نتحدث وائل على هذه المشاركات وعلى هذه الصناعات، احكي لي كيفاش حتى وائل تحول وبدأ يصنع ويخترع مثل هكذا أشياء؟ أولا كنت نشتي هذا الحواج، ما كنتش داخل في هذه الجمعية، وبعدكش بابا اكتشف في هذه الموهبة، دخلت لجمعية الإبداع والابتكار العلمي. مع الأول ما كناش طول نخدمه بهذه الحواج الكهربائية، كنا غير بنركبه بالخشب، وبدكش بدينا نطوره وطورنا السكراتش، وبدكش سكراتش أردوينو. وش من سنة دخلت الجمعية؟ كنت سنة ثانية ولا ثانية متوسط؟ ثانية ابتدائي. ثانية ابتدائي وانت في الجمعية؟ كنت تخدموا أمور صغيرة بالألواح هكا، ومن بعد انتقلت إلى الأمور المعقدة. وش هي أول حاجة صنعتها في الكبدات؟ أول آلة الفوشار. آلة الفوشار اللي نعرفوها اللي يديرنا المايز يعني هذاك. ايه وبعدها وبعدكش خدمت واحد طوموبيل صغيره كانت تمشي غير بقفله زر. وبعدك فيها محرك، سياره فيها محرك. وبعدكش حنايا بدينا نطوروا حتى خدمت هذا الروبوت. وبعدكش زدت خدمت هذا الحذاء. وعطاوك هذه الشهادات التكريميه. هذه شهادات ترجمية، كان الميداليات أيضا من رياضة. خليها الميداليات نحكي عليها فيما بعد، لأن وائل أيضا هو مخترع ورياضي الجميل، هو رياضي في رياضة الجيدو. خلينا بعد نحكي على الرياضة. أنت قلت لي أن الوالد تاعك هو اللي اكتشف فيك ذلك، كيف تم الأمر يعني؟ كيف وش كنت تدير كي كنت صغير يعني؟ كنت نشتي نفكك السيارات. نعاود نركبهم. يعني كي يشروا لك حاجة جديدة لازم تفككها. مثال كي تفسد اي حاجه في الدار تاعها، مثال تيليكوم يعيط الوائل. انا وخالتي ثاني خالتي عندهم هذه الموهبه. يعني العائله والوالد والاخوه هما اللي بسببهم انه وائل هو بدا يخدم هذه الامور. فهي تحيه اذا الى والد وائل والعائله الطيبه والكريمه، وربما هي ايضا مشاهدينا الافاضل هي رسالة إلى كل الآباء أينما كانوا وتواجدوا أن لهم دور كبير في إنماء هكذا مواهب في الأطفال. وائل هو اليوم مثال أمامنا، وربما المخترعات وحتى هذه الشهادات، هو بعمر 12 سنة، ونتمنى أن يكون له وائل مستقبل زاهر. وائل يعني مش حاب تكون كي تكبر يعني؟ إن شاء الله حسب القدر تاعي راح نكبر، إن شاء الله نولي مخترعين إن شاء الله وتطور أمور مثل هكذا. لكن صح، خلينا نتحدث على هذه المخترعات. أمامنا هذا الحذاء وائل، وش حكاية هذا الحذاء؟ هذا الحذاء يلبس هذا الاحتياجات الخاصة منهم المكفوفين، مثل هذا المكفوف كيجي راح يصطدم بالجدار، رايح هذا المكفوف يصوني الصونايا، كي يسمح المكفوف رايح يحبس به ما يصطدمش. احكي لنا المركبات اللي فيها. فيها اردوينو، بلوحة تجارب، اسلاك، كان حساس مسافة، وصونايا. تشحن ببطارية ولا كيفاش الآلية؟ بطارية. بطارية. يعني انه المكفوف يمشي بها لما يكون رايح يصطدم بحاجة دير إشارة، إشارة صوتية. إن شاء الله عندما يتوفر لي البياس راح نجسدها في مشروع صغير نظارات. يعني عندك مشروع آخر اللي هو نظارات. ما شاء الله. وأيضا في اختراع ثاني اللي هو الروبوت، حكينا على هذا الروبوت سوائل. هذا الروبوت روبوت لوائق، مثال نديرو في السيارات. من أمام والخلف كيجي راح السيارة تركن، كيجي مثال رايح يصطدم بهذيك السيارة اللي من خلفه راح ترقد هذيك السيارة أوتوماتيك. كيفاش تتوقف أم دير إشارة؟ تتوقف السيارة، توقف. تتوقف. به ما تصطدمش بهذيك السيارة يعني. يعني توقف بشكل كلي. مش يدير إشارة يعني كما الحذاء. لا لا، فيها آلية أخرى أيضا. ممتاز. خلي فقط الحذاء ما نقدرش نغرمه الإنسان، بك شغل حاجة في الإنسان
ما يقدرش يحبس. اها صح في السيارة. آليات مختلعة. إذا مشاهدينا الأفاضل، هي بعض المقتنيات والمخترعات من الصغير وائل اللي كما تشاهدون، خاصة أنه أنا خليني نتحدث على هذا الحذاء اللي هو موجه للمكفوفين. أمر يستحق فعلا التشجيع، لأنه في العادة نحن المكفوفين في الجزائر ربما، وهي فكرة طيبة وجميلة، لأنهم ربما ما عندهمش إمكانيات كبيرة وغير متاح لهم ولا يهتم بهم الجهات المسؤولة في العادة، فربما هي فكرة من وائل الصغير رسالة إلى كل المسؤولين أنهم يلتفتوا إلى مثل هكذا فئة. وهي فهو وائل الصغير بمحدودية إمكانيته صنع هذا الاختراع، فإن شاء الله نتمنى أن وائل نشوف هذا الاختراع تاعك بأجزاء متطورة أكثر وأرقى، وإن شاء الله تلتقي الدعم وكل الدعم. أنت كنت التقيت قبل أيام برئيس الجمهورية، كيفاش احكي لنا واش قال لك رئيس الجمهورية، واش وعدك أنت، واش طلبت منه يعني؟ طلبت منه، عطيت له واحد الملف، طلبت منه أنه يساعدنا وقالنا يساعد الجمعية؟ ايه وقالنا ايه راح نساعدكم مقبل بهذاك الملف. وبعدك كي جا راح يكرمنا الوزير، عاود الرئيس الجمهورية عاود دعاني قال لي ان شاء الله راح نزيدو نرجعو لتما. وانا دايته الولاية المسيلة لجمعية الابداع والابتكار. ما شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا الاهتمام اكثر والاهتفاظ بهذا المواهب. ربما وائل هو واحد من المخترعين الصغار والموهبين الصغار الذين يحتاجون فقط إلى من يكتشف موهبتهم وأيضا يدعمهم ويشجعهم. فإن شاء الله هي رسالة إلى كل من له رأي في هذا الوطن أن يهتم بهذه الفئات الصغرى، لأنها هي مستقبل البلد. وائل، أنت بالإضافة إلى كونك مخترع أنت رياضي، وربما نشوف بعض الميداليات الموجودة هنا، وما أكثرها ميداليات مختلفة هي تدل على أنها شاركت في عدة مناسبات. حكي لنا على هذه الميداليات والرياضة أيضا. ثانيا رياضي في رياضة الجودو، تحصلت على هذه الميداليات، وثانيا تأهلت إلى البطولة الوطنية للجيدو. للجيدو، لرياضة الجيدو. عن أي فريق؟ كيف يسمون الفريق؟ فريق عدنا. عدنا عدنا بولاية المسيلة. ايه ثانيا نشكر رئيس الاتحادية ونشكر رئيس الرابطة والفريق تاعي. والرياضة بديتها قبل الاختراع ولا الاختراع بعد الرياضة؟ الرياضة وبدك شو الاختراع. يعني أنت حركي جدا، كنت الرياضة وبعد رحت الاختراع. ما شاء الله، طاقة كبيرة لوائل. وائل، ربما أنا نرجع للاختراعات، أنا أعتقد أنه كاين بزاف صغار كيما أنت يحبوا يختاروا، واش تقول لهم رسالة توجهها لهذا الشباب الصغار يعني هذا؟ نتمنى أنهم ما يضيعوش هذه الموهبة، إذا كانت فيهم ما يضيعوهاش، ويخليهم شوية من هذا الجو والحوايج، وثاني يبدأوا يخدموا الحوايج ويتعاونوا مع القراية. يعني يبتعدوا على الملهيات بزاف واللعب. لا ما نقولوش ما يلعبوش، يلعبوا شوية ويقراوا شوية. ويطوروا مهاراتهم شوية أيضا. ما شاء الله. ايضا هي نعود الى جيدو، يعني تضيف حاجه؟ تفضل. ثاني حاجه نضيف حاجه، كاين هذا صديقي انس من الشهراوي قسنطيني، نحس نقدم له تحيه كبيره بزاف، ونتمنى انه السلطات نتمنى ان السلطات القسنطينه تتولى هذا الفتى، ربي يبارك يخدم مليح، ابتكارات وعنده اختراعات مليحة بزاف. شحال في عمره؟ شحال في عمره؟ أنا ما أظن قدي. وكان ثاني حتى هو يختار مثلك، عنده إنجازات. كان أشخاص بزاف يتواصلوا معايا، هما ثاني من بلدان واحد أخرى. أتمنى أنه يلتفتوا ليهم ثاني. في الجزائر تواصلوا معك بزاف، هنا مختارين صغار. يعني فيهم ما شاء الله. كبار وصغار، كاينين بصح ما مش مساعدينهم. صح، دوك حنا حكينا انه وائل اختار، او احكي لي ربما انتم في جمعيتكم الصعوبات اللي عندكم، يعني هل كانت سهله انك باش تصنع هكا، سهله انه باش تلقى جمعيه، يعني احكي لي كيفاش الصعوبات اللي عندكم؟
كانت مع الاول صعيبه شويه، كل مره كنا نتعلموا هي تسهل الحاجه هذه. وكان ظروفنا صعبه شويه مع الاول، خاطركش ما كانش عندنا مركز وين نقراو، كنا كشغل مشتين يعني. ايه ما كناش. ولا الاختراعات هذه تشروها من عندكم اللي كومبوز ولا المركبات؟ نجيبهم من الخارج. من الخارج؟ الاستاذ تاعنا يشريهم. الاستاذ يشريهم من عنده ولا انتم تكوتيزو معاه تلموا معاه ولا؟ احنا ثاني نلموا معاه. يعني بمجهود خاص بمالكم الخاص انتم واوليائكم اللي نحييهم بالمناسبه، وايضا مع الاستاذ. فهي تحيه كبيره للاستاذ، كيفاش اسمه ذكرني؟ شبيرة عبد الغاني. عبد الغاني، الاستاذ عبد الغاني، هي تحيه كبيره. اعتقد انه لولا استاذ عبد الغاني ما كان وائل اليوم معنا هنا، وكثير منهم في الجمعيه. فهي تحيه كبيره الى عبد الغاني، الى من هو على شاكله عبد الغاني، الى كل من يدعم هذه الفئات الصغرى. وهي ايضا رساله الى الجهات المعنيه انه الا يترك الامر هكذا، يعني انه تبقى فقط لمجهودات خاصه مبعثره هنا وهناك. فنتمنى ان تكون في جهود موحده، وان تلتفت وزاره المؤسسه الناشئه ووزارة الصناعة ووزارة التجارة كلهم حسب اختصاصه، وأن يتبنوا مثل هكذا 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 مواهب. وائل المخترع، وائل الرياضي، وجه لنا كلمة ورسالة في الأخير. نتمنى أنه السلطة تلتفت لنا، ونقدم تحية للأستاذ شابير عبد الغاني وكل مرافقين تاعنا، والرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، والوزراء اللي كرموني ثاني، ورئيس الاتحاديه للجيدو الرياضه والاختراع. وإلا يعطيك صحه، شكرا لانك كنت معنا هنا اليوم، وان شاء الله نشوفوك فيما خير باختراعات اخرى، وان شاء الله نشوفوك في اعلى المراتب مستقبلا وفي اكبر الجامعات ان شاء الله، وتشرف الجزائر كما راك مشرفه ان شاء الله، وترفع علم الجزائر عاليا ان شاء الله. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الأفاضل، هذه كانت فقرة اختراعات مبادرات مع الصغير وائل اللي اكتشفناه اليوم من ولاية تمسيلة، واكتشفنا اختراعاته، واكتشفنا أنه أيضا رياضي، واكتشفنا الطاقات الكبيرة الآتية من الجزائر العميقة. وأعتقد أنه فيه الكثير الكثير من وائل في شرق البلاد وغربها شمالها وجنوبها، فقط يحتاجون إلى الدعم والالتفات. مشاهدينا الأفاضل، ما زلنا مستمرين معكم لكن بعد هذا الفاصل. أهلا من جديد في السوشيال ميديا. الفيديو الحاضر معنا وهي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ينزع كمامته بعد عودته إلى البيت الأبيض. الفيديو الثاني الحاضر معنا يأتينا من الرغاية، وبالتحديد من جنازة أو من تشييع جنازة الفتاة شيماء. بالتليفون
الفيديو الموالي معنا وهو للرئيس الماليزي ياسين وهو يتلو القرآن رفقة زوجته. بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا سناسا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المسعمة ما أصحاب المشامة والسابقون آخر فيديو حاضر معنا وهو من السعودية وبالتحديد من الحرم المكي يظهر فيه أفواج الأولى من المعتمرين. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. تحت شعار عصرنا وتنويع الإنتاج الفلاحي ودعم الأمن الغذائي ومواجهة الأزمات أشرف والي ولاية النعمة السيد إدير مدباب على إحياء اليوم الوطني للإرشاد الفلاحي بالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني. تفاصيل أكثر مع الزميل الأخضر سماعي. الحمد لله سبحانه وتعالى. بالطبعة 27 لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي تحت عنوان عصرا وتنويع الإنتاج الفلاحي دعم لأمننا الغذائي ومواجهة الأزمات. سنقيم معرض على مستوى ولاية النعامة من أجل إبراز القدرات الفلاحية للولاية من سواء من حيث الإنتاج الحيواني أو الإنتاج النباتي، وكذلك نبرز أهمية العصرنة وتنويع الإنتاج من خلال الخطوط العريضة التي رسمتها خارطة طريق القطاع 2020-2024. وكذلك سنكرم خلال هذا اليوم الموالي الولاية الذين شاركوا في المشاركة الجادة في مواجهة أزمة كوفيد 19. فنحن على مستوى الولاية مع الإخوة رئيس المجلس الشعبي الولائي فتحنا أبواب لنستقطب مستثمرين في هذا المجال. لابد مستثمر كي يجي ولاية النعامة، لابد لأننا نحن نضرب بصدد حصر يعني الاحتياجات تاعنا. المنتوج اللي مشاركين بيه مشاركين بالاعلاف، تربيه زراعه الاعلاف وتربيه المواشي والحبوب والصوف، منتوج الصوف وخاصه منتوج الصوف راه شغل راه الناس راه منتوج الصوف الناس راه تقريبا راه غير تحرقه عده سنوات، راه في 10 سنين ولا حنا خصنا وزين هنا في المنطقه باش يستقطب هذه الثروه تاع الصوف ويكون لها وزين باش يديروا فيه خدامه والموالة يلقون يبيعوا الصف تاعهم. منطقه تاع ظله بالنسبه خاطر حنا خاطر جانا العكينوين يجي العجاج ثلاث ايام اربع ايام ما نخرجوش من ديارنا، والحمد لله جبنا واحد الجماعه في القصدير.
في البلديه القصدير لا العجاج حاجه رب العالمين حاجه رب العالمين زوابع الرمليه وخدمنا هذه داويناها درنا لها زوبيا هذه ما ما فيهاش حبه الدو ما فيهاش بيو وعندنا 5 هكتار في لاريتي بفضل السي الحاج بالقاسم درنا 20 هكتار ونجموا نخدموا حتى 40 هكتار مع ان لا نزاعات لا تحت حتى السيد المدير راه شافها مشكلتنا رانا ناقصين ضوء. السيد رئيس الجمهوريه اعطى تعليمه يعني واضحه من اجل اتخاذ كل الاجراءات اللازمه من اجل وصل الكهرباء الى هذه الفئه ونحن ليس لنا خيار الا خيار الفلاحه وقطاع الفلاحه يعني شارك وبرهن خاصة في هذه السنة ساهم في الاقتصاد الوطني وفي الاكتفاء الذاتي. إذا بقي علينا فقط أن نشجع هذا الفلاح ليخدم بلاده وأيضا طلباتهم يعني طلبات مقبولة وتدخل في إطار يعني معقول. نتم من قرار السيد وزير المواد المائية فيما يخص رفع التجميد عن حفر الآبار وكذلك رفع الغبن عن فيما يخص الكهرباء الفلاحيه على المواله والفلاحين والمستثمرين. سكان ولايه عين تموشنت يشتكون من غلاء اسعار السمك. قراءه وورقه للزميله بدرة مغربي. حاجة كيلو معكم بلال من دائرة الملح ولاية عين تيموشد بائع الأسماك. رانا نعانيو شوية في الأسعار تاع الأسماك، الحوت غالي بزاف بزاف، السردينة لحق حتى 100,000 80,000 اللي قلنا اللي كيفهموا رواحهم زعما شوية هكا بالك ينقصوا باسكو هاد الأسماك في متناول المسكين وعندنا مشاكل بزاف كيما تشوفوا عندكم هنايا مرشي بروحه مرشي مشي مخدوم تشوفوا راني نبيعوا برا ما كان لي فريغويات ني شوفروا ما فيها والو هادو حدايتكم شي حنا خدمناهم كيما راكم تشوفوا زعما ما قدوش نبيعوا الداخل كنا دايرين غير صناديق بعد من جبنا حدايا خدمناهم كيما راكم تشوفوا هنا الارضيه ثاني راك تشوفوا هذه عوضناها من جيوبنا نطلب من السلطات تشوف شويه في المسكين. يخص الاسعار تاع الاسماك ماذا بينا الرقابه تتدخل في اقرب وقت باسكو مادام راه عندنا السماسره هذوك يدخل يعاودوا البيع الاسماك ودوزيام بري تروازيام عليها تلحق سردينه 80,000 100,000 مو سردينه السعر تاعها نيشان 40,000 50,000 ماكسيموم المسكين يقدر يشريها 40,000 50,000 باش المسكين يقدر يشريها مشي كيما راكم تشوفوا اليوم اسعار دارت 60 70 80 وكاينه تاع 100,000 المسكين ما يقدش يشريها 100,000 ونطلب من السلطات المحليه تاعنا تتدخل في اقرب وقت باسكو راها رايحه درك غادي منا وها كاع ما كان سردينا. رانا اليوم في سوق السمك هاي السردينه اليوم دارت 800,000 في الصندوق راها توصل للمواطن ب 50,000 هاي السردينه 50,000 50,000 60,000 دي فوا توصل 80,000 هذا حوت يتصيد هذا راه زعما اللي في متناول المسكين 25,000 ها هو حوت قدا هذا كينقلا كيولي هذا ها زعما الشعب قاعد ياكلها هي 50,000 60,000 راكم تشوفوا فيها سردينه دي كيلو 50,000 شدي لك عائله كبيره معناتها يدي 2 كيلو 2 كيلو 100,000 لا غالب الحوت راه يوصل للمواطن بسومه عجيبه كاع تنخلع تحسب رانا ساكنين في اضرار ولا هي الكسمو هنا بوجار عندنا 20 كيلو بلين صاف كيف كاع قراب لينا ويوصل الحوت للمواطن 60,000 70,000 50,000 شنو بغي نقولوا نشوفوا السلطات تتدخل وتراقب هاد تجار السمك هادو لي مونداتير الكبار
خاص المواطن يلحق له بسومة غالية بزاف. ومن تمشنت مشاهدينا الأفاضل نصل لنهاية عدد اليوم وطي أوراقه. متابعة طيبة لبقية برامجنا، دمتم أوفياء، في أمان الله.